لا حديث في حي الجرف بأولى الدراج 22 كيلومتر عن عاصمة الولاية المسيلة إلا عن التلميذة المختفية منذ 6 أيام خول ساكر. فيها راه عمرها 16 سنة، راه كانت تقرأ في الثانوية حميدي عيسى، وخرجت على الرابعة ولا الرابعة ما بانتش لدروك حد الساعة. خويا احنا ثاني رانا درنا المناطق المعزولة هذه وحوسنا وكذا وما لقيناهاش لحد الساعة، راه ما كان حتى خبر من نهار الاثنين لا يومنا هذا، ما بانت حتى نتيجة. رحنا جدارمية، رحنا لابوليس، رحنا ما خلينا حتى بلاصة، ما خلينا حتى مضرب. بصح علاه راهم يديرولنا هكذا برك؟ يا ولدي اللي هداها يا ولدي يعطينا الدنيا على وهداها، يا سيدي واش حوسنا عطوه يرجعنا بنتنا برك يرحم والدي على وجه ربي. مفترق الطرق الرابط بين المنطقة باتجاه بلدية أولى الدراج كان محجا لجيران التلميذة، صور ولافتات تضامنية تعكس الصدمة الحقيقية التي تعيشها المنطقة. بمرارة تحكي سميرة آخر الخطوات مع زميلتها خولة عندما غادرت مقاعد ثانوية الشهيد حميد عيسى. خولة جامي قاست واحد، كانت طفلة الله يبارك ما شاء الله، وكل دي يشتوها وكل يحبوها. تحريات الجهات المختصة متواصلة لكشف لغز اختفاء التلميذة خولة ذات 16 ربيعاً، والشارع المحلي في انتظار مستجدات لعلها تجبر خاطر الأب وتكفكف دموع الأم الجريحة.